حذافيره. يعني قلت هو التارجت الاساسي انه يوصلنا كاس العالم، انما لما وصلناش كاس العالم هيبقى عنده مشكله حقيقيه مع كل اللي سندوه واللي دعموه واللي وثقوا فيه. تمام كلامك مظبوط. احنا نتحمل المسؤوليه، احنا اللي اخترنا شوقي غريب واحنا اللي اتحدى تحمل المسؤوليه لو هو ما وصلش كاس العالم. مظبوط، ده شيء طبيعي. بص اوعى تفتكر اتحاد الكوره النهارده لو شوقي فشل يقول لك احنا شوقي غريب يبقى اتحاد ده جبان، واوعى تفتكر ان شوقي غريب وصل كاس العالم يقول لك انا وصلت كاس العالم. لا، احنا مشتركين في النجاح ومشتركين في الفشل. لو حد يقول لك ان شوقي يتحمل هزيمه اقول له لا انت انسان مش كويس. اللي احنا مشتركين في اختياره، فبالتالي احنا عارفين ان شوقي جاي بيمر بمرحله صعبه جدا، هي مرحله تحرير وتجديد. احنا عارفين ان المنتخب بتاعنا يحتاج فتره محدده او فتره معينه اللي يحصل فيه انسجام، وده شيء وارد في كره القدم وده بيحصل لكل المنتخبات. خد بالك انا بتكلم كراجل مسؤول، ما بتكلمش كراجل عام. المسؤول بيتراه القرار، المسؤول عارف الظروف اللي احنا محاطين بيها، المسؤول لكن ان شاء الله باذن الله الكبوه اللي احنا فيها دي هتعدي ازاي؟ في جلسه هنقعد مع في جلسه مع كابتن شوقي غريب، والكلام ده واضح ان هناك سلبيات عايزين نعالج السلبيات دي، هناك ايجابيات، في ايجابيات طبعا عاوزين ندعمها بشكل قوي. مظبوط. احنا في مرحله خطيره، محتاجين الترئيس، مش محتاجين التسرع في اي قرار. عندنا ثقه كبيره جدا، وان كان البعض يختلف معانا، انما احنا عندنا ثقه في الجهاز الفني بتاع مصر في جميع الاجهزه بدون يعني شك، وان شاء الله باذن الله يعني هيوصلوا كاس العالم. وانا بقول لكم ان شاء الله اذا ربنا ادانا العمر الفرقه دي هتوصل كاس العالم مع التنسيق ما بين الكابتن حسام البري وكابتن شوقي غريب من حيث افراد المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاول. تمام. احنا محتاجين احلال وتجديد، مش محتاجين النهارده. انا بقول لك عشان احدث الفرقه، مش هعتمد على المجموعه اللي لعبت الماتش اللي فات. لا، ما ينفعش. انا اتحمل الهزيمه في ظل استحداث فريق، لكن مش هتحمل الهزيمه في ظل عناصر موجوده واثبتت ان هي مش كويسه. ايوه، ما اثبتت ان هي مش كلاعيبه. كلاعيبه خد بالك، كلاعيبه. ايوه كابتن حماده، بس انت كنت لعيب كوره كبير وعارف ان وارد انه لعيب ما بقاش موفق دلوقتي بعديها بشويه يبقى موفق، ما فيهاش مشكله يعني. دي نظره المدير الفني. بنظرة المدير الفني، هو اللي يحددها. ليه؟ هو اللي بيتمرن معاه كل يوم، هو اللي عارف قدراته وامكانياته، هو اللي مش معاه، هو اللي هيتحمل مسؤوليه اختيار اللعيبه. فبالتالي انا بديله الفرصه، خد فرصتك انت مش عاوز، واشتغل بارتياحيه، اعطيه مسؤوليه، انما مش هشغله تحت كهرباء. انا مش هقعده النهارده يبقى عايش معايا مستقر عشان اللعيبه ما تتعاملش معاه بطريقه وحشه. انا بدي احنا كمجلس اداره بندي الثقه الجهاز الفني بالكامل، وتقول للعيبه مصر الجهاز ده هيكمل معانا ان شاء الله كاس العالم، اتعاملوا مع الجهاز ده ان الجهاز ده هيوصل كاس العالم ان شاء الله. تمام كابتن حماده المصري، انا بشكرك شكرا جزيلا.